القدس إله واحد أمين. اليوم الثامن عشر من شهر طوبى المبارك أحسن الله انقضاؤه وعاد علينا وعليكم ونحن في هدوء وإطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا إخوتي وأبائي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 54 للشهداء تنيح القديس يعقوب أسقف نصيبين. ولد هذا القديس في مدينة نصيبين ما بين النهرين. تربى منذ حداثته على التقوى ومحبة الفقراء ودرس الكتاب المقدس وبعض العلوم، حب السيرة الرهبانية وتفرغ فيها للصوم والصلاة والنسك. اشتهرت قداسته وزاعت فضائله ووهبه الله عمل المعجزة. ولما تنيح أسقف نصيبين اختاره الإكليروس والشعب أسقفا عليهم سنة 319 ميلادية. استمر في حياة النسك والتقشف واهتم بتعزية الحزانة وزيارة المرضى والعناية بالفقراء والأرامل والأيتام وتشييد الكنائس. حضر هذا الأب مجمع نيقيا ووافق على قراراته وقوانينه. ولما حاصر صابور ملك الفرس مدينة نصيبين وفتح في أسوارها ثغرة ليدخل إلى المدينة، صلى هذا القديس إلى الله ليحفظ شعبه. وفي الصباح رأى صابور أن الأسوار قائمة سالمة على ما كانت عليه بالأمس، وأرسل الرب على جيوشه الذباب والناموس، فهرب الجيش. وبعد أن أكمل جهاده الصالح تنيح بسلام، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا رتبت الكنيسة تذكار القديستي مريم ومرسى أختي لعازر الحبيب الذي أقامه الرب من بين الأموات. ولدت هاتان القديستان في بيت عينيا، وكان الرب يسوع المسيح يستريح في بيت لعازر وأختاه، وقد عبرت كل من مرسى ومريم عن حبها للسيد المسيح بأسلوبها الخاص، فاهتمت مرسى بضيافته والعمل على راحته، أما مريم فقد جلست عند قدميه تستمع إلى كلامه، وهي أيضا دحنت قدمي المخلص بطيب غالي الثمن، فامتدحها الرب قائلا حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته. هذه تذكار لها. ولما مات لعازر دار حديث بين الرب وبينهما أظهرتا فيه إيمانهما بأن السيد المسيح هو ابن الله الآتي إلى العالم، بركة صلواتهما فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تنايح القديس الأنبا إندراس الشهير بأبو ليف، وهو من أباء الجيل السابع وكان تلميذا للأنبا بسنتاؤس أسقف قفط. ولد هذا القديس ببلدة شنهور من أبوين مسيحيين. كان والده فلاحا بسيطا فرباه تربية مسيحية، وكان القديس إندراس يوزع طعامه على المحتاجين ويظل صائما حتى المساء، وانتهز فرصة رعايته لغنم أبيه للاختلاء والصلاة والحديث مع الله، واشتاق إلى حياة الرهبنة. وفي سن العشرين مضى إلى الدائر بجبل الأساس وترحب هناك وأجهد نفسه في عبادات كثيرة ونصف، وأظهر محبة كبيرة لإخوته الرهبان، فحسده الشيطان وحاربه بقوة، لكنه في اتضاع وبساطة وإيمان كان يقول: الله الذي أعطى القوة والنصر لأبائنا القديسين أنطونيوس وماكاريوس هو ينجيني فأخلص من شر هذا العالم الزائل. ولما حاربه بترك طقسه الرهباني لنوال وظائف العالم قال: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وكان يتحصن دائما بألامة الصليب فيهرب منه الشيطان. لما سمع الأنبا بسنتاؤس أسقف قفط بفضائل هذا القديس اتخذوا تلميذا له، وقد أعطاه الله موهبة شفاء المرضى وعمل المعجزات، فكانت الجموع تلجأ إليه وتطلب إرشاداته وصلواته. وبعد أن أكمل جهاده تنيح بسلام ودفن في الدير الذي حمل اسمه فيما بعد، وقد دفن في ثوب من الليف، لذلك دعا اسمه أبو الليف، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.